وصلنا بإشعار أو طلب قيادة هنا داخل المؤسسة من قبل غرفة الشباب الدولي. تم كمثال لي مسائل إدارية تنظيمية، تم عرض قضية على المؤسسة الذي يتحرى بالفكرة، وأنا أنوب عن الرئيس الدولي للمؤسسة في تقديم الشكر قبل أن أقدم الترحيب بالإخوة من غرفة الشباب الدولي. نشكركم جزيل الشكر. مهمة حسب المراسلة هي مهمة تضاوية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مهمة وقائية. نشكر كل من ساهم فيها، نشكر كذلك هذا الفاعل المحلي جمعة السي حميد المراسي، كما نشكر كل من رحب بالفكرة وقبلها. طبعا كاين طبيعة الاشتغال في المؤسسات التعليمية لأنه يؤطره واحد مجموعة من المذكرات التنظيمية، لا أحد له السلطة في توقيف الدراسة والقيام بمهمة أخرى، ولكن ارتئينا كذلك باش نمشيو تماشيا مع ما هو تنظيمي، مع ما هو تربوي وقانوني، اننا احتفظنا خاصة ملي جيتو بهذا التوقيت، لان انتظرنا بالضبط لان هي اللي كانت تكون فيها استراحة، ولكن حتى هذا الوقت هذه المناسبة حسنا بعض التلاميذ ديالنا اللي عندنا هنايا ما قريش، كذلك مباشرة مع واحد من السعادة الآن كاين القسم الداخلي غادي يتحلوا بالتالي فيه واحد المجموعة من التلاميذ اللي هما داخليين، تنقترحوا عليكم وهو أن العملية اللي تقوموا بها غادي ناخذوا معنا واحد المجموعة ديال التلاميذ، لأن الدراسة كاينة بالتفويج، بالتالي باش يمكن تغطي المؤسسة هي يومين مختلفين. إذا غادي ناخذوا معنا هذا كيدخل ما هو التربوي وما هو التكويني كذلك، واحد المجموعة من التلاميذ والتلميذات اللي غادي يسهروا معنا في هذه المرحلة الأولى، ونعطيهم هما كذلك يرافقونا حنايا في المرحلة الثانية على الأقل يتعلموا هما ويعرفوا كيفاش يقدموا هذه الأشياء. كلمة الأستاذة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. التواجد ديالنا في هذه المنطقة، منطقة زرغون، يعني نزلت بالضبط جماعة نزلت بن عمار، اليوم هو جاء في إطار القيام بحملة سياسية توعوية استجابة للنداء المولوي لصاحب الجلالة الذي كان صريحا في خطاب 20 أغسطس، وهو يعني تحرك فئات المجتمع المدني للتعبئة الشاملة والتعبئة المكثفة من أجل يعني التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. نعم، غرفة الشباب الدولية قامت بحملات داخل المدينة مكناس، ولكن اليوم ارتأت أن تأتي العلم القروي إلى جهة فاس مكناس التي تمتد على منطقة يعني شاسعة، ونحن بسفرتنا أبناء مدينة مكناس ونشتغل تحت لواء عامل عملة مكناس سي عبد الغني الصبار، الذي أول ما وجدنا له يعني طلب الدعم لهذه الحملة إلا واستجاب لنا دائما، وكما عوضنا على استجابة بنعم.
فعلا جئنا الى هذه المؤسسه لاول مره، وكان التواصل مع السيد المدير قبل ذلك هاتفيا، وتحدثنا على مجريات هذه الحمله وكيف سوف تتم. فعلا اخبرني انهم حاليا تتم دراسه التفويج، وانه في هذه المؤسسه هناك 740 تلميذ وتلميذه من انحاء هذه المنطقه، لان نزل بن عمار تحف مجموعه من المداشر والدوائر التي تقرب اليها. اذا منظمه غرفه الشباب الدوليه والمعروفه بجيس امكناس جاءت اليوم لتقديم الكمامات للوقايه من هذا الفيروس وقاد الله الجميع منه، كذلك القيام بمشروع تحسيسي للاستاذه لطيفه غزال والتي هي تتواجد معنا والتي هي استاذه بعلميه القدس بامكناس، وكذلك يعني قياس درجه الحراره الذين سوف يستفيدون من الكمامات، وان شاء الله في اطار في انتظار العوده الى ان شاء الله مشاريع اخرى مع هذه المؤسسه ومع هذه المنطقه الجميله، منطقه الزرقون الغنيه باشجار تلميذ الزيتون والفرور والصبار، ان شاء الله تكون لنا يعني بدايه اخرى. تنشكر المؤسسه اللي جبت النداء يعني بصوت نعم، وكنشكر الاعضاء من غرفه الشباب الدوليه اللي كل واحد عنده التزامات تخلى عليها وجا باش يوقف معنا في هذا النهار السعيد. وتنشكر الناس اللي جاو عندنا من جمعيات اخرى كاستي محمد الشريف الشبيهي، وتنشكر طاقم الاعلام والصحافه يعني جريده مغرب المواطنه ومئات التي في وميديا سوسيتي ميديا وهبازو على تغطيه هذا الحدث الهام، وشكرا لكم.